كلنا بنحب السينابون، ولما يكون سينابون مكونات موجودة في كل بيت من غير ما نعجن ومن غير ما نخبز ومن غير أي حاجة خالص، هنعمل السينابون كداب. هو كداب نص نص يعني، هنعمله بالتوست. تعالوا شوفوا أحلى وصفة سينابون في ثواني تقدروا تعملوها للولاد في المدرسة ليكوا لما نفسكوا حاجة حلوة. يلا بينا نشوف أحلى سينابون. بطل الوصفة النهاردة التوست. معنا توست أبيض عادي مش باللبن، ومعانا قرفة أكيد، وزبدة، وبيض، وفانيلا، ولبن، فراولة، وعين جمل للتزيين، وسكر، وصوص كراميل، وزبدة سايحة كمان. هنستخدم التوست الأبيض العادي مش باللبن. ليه بقى؟ عشان هنعمل خليط بيض، فلما نحطه فيه ما يبوش. تعالوا شوف الوصفة وهتفهموا قصدي إيه دلوقتي. هنقطع التوست الحروف بتاعته كده دي، قطعنا حروف التوست، اكيد مش هنرميها ابدا، مفيش حاجه بتترمي في المطبخ. هنعمل ايه؟ هنحطها في الفرن تتحمص بسيط قوي، بعد كده نطحنها تبقى بقسماط، تحطوا بقى عليه توابل اللي انتوا عايزينها، يبقى معانا احلى بقسماط. اول حاجه هنحط التوست ونفرده بالنشابه، هنجيب واحده تانية نحطها على الطرف اللي جوه شويه كده، خدوا بالكم مش بره كده، لازم جوه شويه علشان يلزق فيه وعلشان ما يتفتحش معانا لما هوريكوا هنعمل ايه. هنحط كمان دي كده ونفردها بالنشابه. ممكن بقى 3 توست، 4 توست، 5، اللي انتوا عايزينه، ممكن بواحده بس. دلوقتي خلاص فردناه بالشكل ده، متقلقوش من ده، دلوقتي هنحط الخليط عليه. تعالوا بقى نعمل الخليط واوريكوا هنعمل ايه. هنحط الزبده السايحه، هنعمل الخليط اللي هو بتاع السينابون، سكر ابيض او بني اللي عندكم، والسينابون يعني القرفة، لازم القرفة تكون كتير. هنقلبهم كلهم كده مع بعض، يبقى خليط كده. بولة تانية هنحط فيها بيضة، عليها لبن، وقرفة تاني، وكمان فانيلا. هنقلبهم كلهم كويس مع بعض قوي. هنحط خليط البيض باللبن بالقرفة والفانيلا هنا عشان نعرف نحط فيه التوست، يبقى مسطح كده احسن. دلوقتي هندهن التوست بالخليط، السكر، بالقرفة كده بالشكل ده، نلفها كده كأننا بالظبط بنعمل سينابون بالعجينة، بالراحة بس عشان كل ما تيجي اللفه دي كده نبطط كده كويس. ونكمل بسم الله كده، نفس الكلام كده، ونيجي نقفلها كده. احنا بعد ما لفناها علشان تاخد الشكل المظبوط، هنلفها دلوقتي في بلاستيك راب اللي هو النايلون الغذائي ده، نحطها ونلفها فيه. تمام، ممكن تجهزوها كمان قبلها بيوم، وبعد كده تعملوا الخطوة دي تاني يوم لو انتوا عايزين تحضروا كذا واحدة. لو هتعملوا واحدة بس عادي تلفوها وتعملوها في الخليط البيض اللي احنا هنعمله دلوقتي، بس انا احسن لو هكذا واحدة مع بعض بالشكل ده احسن بكتير. فانا دلوقتي هشيلها في التلاجة حوالي 10 دقايق او ربع ساعة على الاقل. شد بقى. هنلفها كده زي ما انتوا شايفين، خلاص طلعت من التلاجة، بصوا ماسكة نفسها كويس ازاي. هنحطها بقى كده في خليط البيض كده كده، طاسة هنحط فيها مكعب زبدة. دلوقتي خلاص هاخدها كده من خليط البيض، بس انزل الزوايد كده واحطه في الزبدة، وكمان واحدة تانية هنا هنحط نقطة زيت بس عشان الزبدة ما تتحرقش. بصوا أول ما تاخد لون كل ناحية هنحطها شوية زي اللون ده كده، كل ناحية هنتاخد نفس اللون، وهنعملها كده كمان على كل جنب كده هنا عشان نتأكد ان هي استوت تمام. بصوا لونها من كل حتة بقت كده ذهبي كده، يبقى كده تمام. وعملناها كمان من هنا ومن هنا، خلاص كده تمام، هنشيلها بقى خلاص. هنحط كمان دي كده،
هنقطعها بقى، سيبها بس تبرد دقيقتين ونقطعها زي ما انتم شايفين كده. سينابون ده ولا مش سينابون؟ شفتوا اسهل سينابون. بصوا بعد ما قطعناها ممكن بقى نحط عليها بيكان محمص او عين جمل محمص، او ممكن تحطوه ني عادي، انا بحبه محمص بيبقى طعمه احلى طبعا كتير. هنحط بقى العين جمل او بيكان، هنحط عليها بقى صوص كراميل، ممكن تحطوا بقى صوص كريم تشيز او ممكن صوص شوكولا اللي انتوا عايزينه، وعشان نعكسها بقى زياده وندلعها نحط لها فراوله. شفتوا بقى احلى سينابون، مكونات بسيطه طبعا، ارخص بكتير من السينابون بره، وطعمه زي السينابون اللي بالعجينه بالظبط واحلى كمان. اعملوه لاولادكم هيفرحوا بيه جدا، وخلوهم كمان يعملوه معاكم. يلا مستنيه رايكم في الكومنت. باي. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه.com.